ابني يا ابني انت والدتي والله احسن لك كان عندها ولد تذكرت للحين الله اكبر تجتمعوا ان شاء الله في الجنه ان شاء الله يتقبل منك ويغفر للولد ويجمع بكم في جنات النعيم مكه يوم 5/1 قدع يا حاج قدع هذه هديه لك يا خال يا رب هذه هديه لك عندي ثوب يا خال اني لعبت ثوب تفضلي استاذ يا خال الله المستعان الله المستعان هذا حنا عيالك يا خال انا بعطيك رقمي وانا ولد وان شاء الله اجيك في مصر عليك يا رب انا بجيك في مصر انت في اي مكان انا بالجيزه بالمركز بجيك